بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء يا ربنا بعد. اللهم أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك يا ربنا عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا، وارزقنا اللهم الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وبعد، أحبتي في الله، فأرحب بكم في الدرس 26 من دروس قراءتي وشرح كتاب المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج لشيخ الإسلام أبي زكريا محي الدين يحيى ابن شرف النووي رضي الله تعالى عنه وعن الإمام مسلم ورحمهما الله تعالى ونفعنا بهما. وقد وصلنا في محاضرة سابقة إلى مقدمة الإمام مسلم، وذكرنا ما قاله النووي رحمه الله تعالى من النقد الذي وجه للإمام مسلم، أنه في مقدمة كتابه صلى على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولم يسلم، قال اللهم صل على محمد وكمل. طبعا الله عز وجل أمرنا بالصلاة على رسول الله مقرونا بالسلام، صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلنا الآن هو في مقدمة الإمام مسلم، الإمام النووي يشرح، وإذا هنالك انتقادات وجهت إلى الإمام مسلم يذكرها ثم يجيب عنها. قال الإمام النووي رحمه الله: وقد ينكر على مسلم، أنا بضيف من عندي على الإمام مسلم، إمام النووي قال على مسلم، وقد ينكر على الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الكلام شيء آخر غير مسألة الصلاة والسلام، وهو قوله: وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وقال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. النقد: طيب يا أخي، ما أنت قلت أنبياء، وين مرسلين؟ ماسك باقي قاعدين له على الدقرة، ما شاء الله قاعدين له على الدقرة. أنت قلت وعلى جميع الأنبياء، في داعي يتكرر كلمة المرسلين؟ هاي هو. قال: فيقال، الإمام النووي يقول: فيقال إذا ذكر الأنبياء لا يبقى لذكر المرسلين وجه. فيش داعي، ليش؟ لأنه الأنبياء والمرسلين تقريبا شيء واحد، تقريبا لدخولهم في الأنبياء المرسلين. ما هو احنا عارف شدك تعرف، من أوحى الله له بوحي، من أوحى الله له بوحي فهو نبي أو مرسل. شو الفرق بينهم؟ يقول لك إذا أوحى الله لشخص بوحي قال له بلغ، هذا رسول. وإذا قال له طبق بنفسك هذا نبي. ولهذا لما سيدنا الخضر قال لسيدنا موسى عليهما السلام: وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري، إيش يعني؟ وحي. لكن هل أمر الله ولا؟ طيب لما، طيب الآن سيدنا محمد أوحى الله له، سيدنا موسى أوحى الله له، طبعا أوحى الله له، لكن فهو نبي، نبي
ليش نبي؟ لأنه أوحي له. ليش نبي؟ لأنه أوحي له. طيب وهو رسول ليش؟ لأنه أمر بالتبليغ. إذن كل رسول النبي، خلص لما تقول الأنبياء اشمل. ولهذا يقول لما ذكر الأنبياء لم يبقى فلا يبقى لذكر المرسلين وجه لدخولهم في الأنبياء، فإن الرسول نبي وزيادة، نبي وزيادة. قال النووي ولكن هذا الإنكار ضعيف، ويجاب عنه بجوابين، أحدهما أن هذا سائر، هذا اللي أنت تظنه تكرار سائر موجود موجود. أنا بدي أضرب مثال وذكره النووي، لما ربنا قال قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكا، مش هيك الله قال؟ طيب جبريل مش ملائكة؟ طيب إذن الله عز وجل ذكر العام بعدين ذكر الخاص، ما في شيء. فهو الآن سيجيب الإمام النووي بجوابين، قال يجاب عن هذا بجوابين، أحدهما أن هذا سائغ وهو أن يذكر العام ثم الخاص تنويها بشأن الخاص. ليش بقولوا العام؟ أنا مرة بقول والله يا جماعة الخير، جماعة السلط على عين وراسي والشيخ براء على عين وراسي. طيب ليش قلت الشيخ براء؟ وين الشيخ براء قاعد؟ ما زبط ما سمع. طيب هاي بقول أبو عبادة أو الشيخ رجب، بقول لاحظ أنا ذكرت الخاص تنويها لفضله، قال أن يذكر الخاص بعد العام لبيان فضله، زي ما بقول اللهم صل على الأنبياء وعلى سيدنا محمد، واضح؟ قال أن يذكر الخاص بعد العام تنويها بشأنه وتعظيما لأمره وتفخيما لحاله. وقد جاء في القرآن العزيز آيات كريمات كثيرات من هذا، مثل قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فجبريل وميكال من الملائكة، لو ما ذكرهم عادي النص واضح. ليش ذكر جبريل وميكائيل؟ ايوه عشان اقول هذول سبيشل. طبعا احنا هنا قال ميكال ولا ميكائيل، شوف في لغة العرب جبريل فيها 10 لهجات، جاء في القرآن منها 6، جبريل وجبريل وجبرائيل هذا كله بلغة العرب، فميكال وميكائيل كل هذا لهجات عربية، والقراءات القرآنية جاءت مرة هيك ومرة هيك ومرة هيك مشكل يعني. طيب وقوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين، الأنبياء نبي تجمع على أنبياء ونبيين، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. طيب سيدنا محمد داخل في هذا الميثاق؟ سيدنا نوح وموسى عليه السلام؟ طبعا من النبيين ميثاقهم، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. طب ما هم أنبياء، قال لك هذول بالذات سبيشل، هذول أولي عزم، ولهذا ذكرهم بعد ما ذكر النبيين تعظيما لشأنهم. هاي إذا ليش حي الله بتغلطوا الإمام مسلم؟ لا الإمام ما غلط، قال أنبياء ومرسلين. قال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك سيدنا محمد ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هذول الخمسة اللي ربنا قال فيهم، قال سيدنا محمد فاصبر كما صبر أولو العزم، هؤلاء أولي العزم من الرسل، وغير ذلك من الآيات الكريمات. يقول النووي رحمه الله وقد جاء أيضا عكس هذا، أول شيء ذكر العام نبيين، ذكر العام بعدين فصل، الآن ممكن يعمل لك العكس. قال وقد جاء أيضا عكس هذا وهو أن ذكر العام بعد الخاص. قال الله تعالى حكاية عن نوح صلى الله تعالى عليه وسلم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا،
مش كل واحد دخل بيتي، ولمن دخل بيتي مؤمنا، وبعدين وللمؤمنين. طب هو اللي دخل بيت سيدنا نوح مش داخل في المؤمنين؟ داخل المؤمنين عام، لكن هو خاص اللي دخل بيته. فإذا الله عز وجل ذكر العام بعد الخاص، قال ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. قال النووي رحمه الله: فإن ادعى متكلف أنه عنا بالمؤمنين غير من تقدم. المؤمنين، قال ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين، قال المؤمنين غير اللي دخل بيته، لا مو قال دخل بيتي مؤمنا، دخل بيتي مؤمنا، قال غير ما تقدم ذكره فلا يلتفت إليه. كلام فاضي، لأنه من دخل بيت سيدنا نوح مؤمن يدخل في قوله والمؤمنين والمؤمنات. طب الجواب الثاني جواب رائع كمان، أن قوله والمرسلين أعم من جهة أخرى. دخلك الأنبياء من البشر، الأنبياء من البشر صح، لكن المرسلين اسمع ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذن الرسل شرط يكونوا بشر؟ لا. منين جبناها؟ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذن الأنبياء بشر والمرسلين بشر وملائكة، ولهذا المرسلين أعم. قال فإن المرسلين أعم من جهة أخرى، وهو أنه يتناول جميع رسل الله سبحانه وتعالى من الآدميين والملائكة. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولا يسمى الملك نبيا، جبريل رسول أرسله الله برسالة إلى سيد الأنبياء، لكن هل جبريل يسمى نبي؟ لا. قال ولا يسمى الملك نبيا، فحصل بقوله والمرسلين فائدة لم تكن حاصلة بقوله النبيين والله أعلم. طيب الآن هو قال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مش هيك؟ بده يشرح إيش معنى محمد. قال وسمي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم محمداً لكثرة خصاله. انتبهوا لي شوي، احنا أشهر اسمين لحبيبنا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم محمد وأحمد. محمد صيغة مبالغة من محمود، وأحمد صيغة مبالغة من حامد. طيب محمود ومحمد إيش معناها؟ من وقع عليه الحمد من غيره. أبو عبادة يحمد حبيبنا محمد، وأبو براء ورجب فلان وفلان وفلان وفلان، كلنا نحمد الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم، فهو محمود. ولأنه أكثر بشر وقع عليه الحمد سمي محمد مبالغ. إذن هو محمود، ليش محمود؟ لأنك أنت حمدته، أنت حمدته، أنت حمدته، أنت حمدته، ربنا حمده، ربنا حمده. إذن من أكثر مخلوق وقع عليه الحمد من الله ومن خلقه؟ فهو محمود ومحمد. طيب حامد وقع الحمد منه على غيره، وصيغة المبالغة من حامد أحمد. طيب من أكثر الناس حمدا لربه؟ إذن فهو حامد، مش بس حامد، أكثر الناس حمدا، أكثر الناس حمدا. ولهذا قال ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، أي أكثر الناس حمدا، بمعنى وقع منه الحمد على غيره. ومن يستحق الحمد على وجه الحقيقة؟ الله. الحمد لله، الحمد لله. لكن طيب سيدنا محمد حمد، حمد بأمر الله عز وجل، وحمد لتعظيمه أمر الله سبحانه وتعالى. إذن يقول النووي رحمه الله:
وسمي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم محمدا لكثرة خصاله المحمودة، كذا قاله ابن فارس وغيره من أهل اللغة، قالوا: ويقال لكل كثير الخصال الجميلة محمد ومحمود، والله أعلم. قال النووي رحمه الله تعالى، نقل نصا من نصوص مسلم، قال رحمه الله القائل النووي عن مسلم، قال رحمه الله، طبعا هنا ذكر قصة تأليف الإمام النووي، قاعد بيحكي بسبب تأليفه الكتاب، كانه بيحكي مع واحد من تلاميذ مسلم حكى له كلمتين، فشو الإمام مسلم يقول؟ ذكرت، بيحكي مع أحد تلاميذه، ذكرت أنك هممت بالفحص، أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في سنن الدين وأحكامه. واحد من تلاميذ مسلم يقول: والله أنا بدي أتفحص الروايات والأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في سنن الدين وأحكامه. هذا الكلام مين قاله؟ مسلم. مسلم يحكي لتلميذه. الآن النووي بيشرح، قال الليث وغيره من أهل اللغة: الفحص، مش الإمام مسلم قال ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في سنن الدين وأحكامه، فبدي يشرح لنا العبارة هذه. قال الليث وغيره من أهل اللغة: الفحص شدة الطلب والبحث. بيجي بتقول لي: أنا قريت كتاب كذا، أقول تعال بدي أفحصك. إيش بدي أفحصك؟ بدي أتحرى وأبحث وأتأكد إنك قاري ولا مش قاري. ولهذه هذه العملية، عملية اختبارك وامتحانك ومعرفة مدى ادعائك صدق ولا مش صدق، إيش اسمها؟ فحص. وإلى الآن نستعمل هذه الكلمة بامتحاناتنا، شيء نقول فحص. وبتاخذ السيارة على الميكانيكي، شو بتعملها؟ فحص. شو يعني فحص؟ بدي أبحث صالحة ولا مش صالحة؟ شلون الجير؟ شلون الماتور؟ شلون كذا؟ طيب، قال: الفحص شدة الطلب والبحث عن الشيء، بدك تأكد مضبوطة ولا مش مضبوطة. يقال: فحصت عن الشيء وتفحصت الشيء وافتحصت بمعنى واحد. فحصت وتفحصت وافتحصت بمعنى واحد. وقوله المأثورة أي المنقولة المذكورة، المأثورة أثر عن فلان نقل عن فلان. يقال: أثرت الحديث إذا نقلته، أثرت الحديث إذا نقلته عن غيرك، إذا نقلته عن غيرك، والله أعلم. وقوله في سنن الدين وأحكامه، قال هو من قبيل ما قدمناه. طيب ما هي أحكام الدين من سنن الدين، أحكام الدين مش من سنن الدين؟ قال لك سنن عام وأحكام خاص، حكاها قبل شوي ولا ما حكاها؟ زي جبريل والملائكة. قال: وقوله من سنن الدين وأحكامه هو من قبيل ما قدمناه من ذكر العام بعد الخاص، فإن السنن من أحكام الدين، السنن من أحكام الدين، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: فأردت يحكي مع تلميذه زي ما قلنا، فأردت أرشدك الله، أي دعاء جملة اعتراضية، دعاء جملة دعائية، أرشدك الله أن توقف على جملتها. توقف يعني تتوقف وتتعرف على جملة هذه الأحكام. أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة. إيش يعني مؤلفة؟ مجموعة. مؤلفة محصاة، يعني بدك واحد يجمع لك
أحكام الدين محصى وسألتني أن ألخصها. تلميذ شو طلب من مسلم؟ إنه يجمع له إياها. فهي معنى وسألتني أن ألخصها لك في التأليف، فإن ذلك زعمت الآن بشرحها مما يشغلك. بس وقف له، بدي يشرحها الإمام. قال قوله توقف، ممكن توقف، شو قال توقف؟ ضبطته بفتح الواو وتشديد القاف، توقف. ولو قرئ بإسكان الواو توقف وتخفيف القاف لكان صحيحا. بس الأصح توقف، معناها تتوقف. وقوله مؤلفة أي مجموعة، وقوله محصاة أي مجتمعة. مؤلفة ومحصاة أحصيتها يعني جمعت فيها، مجتمعة كلها. وقوله ألخصها أي أبينها. وقوله فإن ذلك زعمت، يا جماعة كلمة زعمة تيجي مع التشكيك، تشكيك يعني شلون بقول الإمام، مين مش إمام، جرير يقول زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة يا مربع. يعني هذا شغل حكي جرير فرزدق، شغل حكي سواليف وخروطي. قال بده يذبح فلان، اوه عيش حياتك يا فلان، هذا كذاب. فكلمة زعمة الأصل تأتي بمعنى قال، بس أنت بتشكك قوله، بس هذا هيك تجي غالبا. لكن في أقوال كثيرة زعمة تأتي بمعنى قال، زعمة تأتي بمعنى قال. هنا يقول النووي رحمه الله تعالى، بسم الله، وقوله فإن ذلك زعمت أي قلت. وقد كثر الزعم بمعنى القول، وقد كثر الزعم بمعنى القول. وفي الحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم زعم جبريل، النبي ما بيشكك بقول جبريل، إذن هنا زعم بمعنى إيش؟ قال. وفي حديث ضمام بن ثعلبة أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه قال زعم رسولك، بحكي لسيدنا محمد زعم رسولك، ما بشكك وإنما بمعنى قال. وقد أكثر سيبويه من أشهر علماء اللغة، له كتاب من أشهر كتب اللغة، بس ما له اسم، كتابه اسمه الكتاب. إيش اسم كتاب سيبوي؟ الكتاب. شو بقول النووي؟ وقد أكثر سيبويه في كتابه المشهور، مشهور في اللغة، من أشهر كتب اللغة، يعني زي ما تقول الرسالة في أصول الفقه أو تقول الأم في الفقه معروف. قال وقد زعم سيبويه في كتابه المشهور من أكثر من قوله زعم الخليل. وشو معنى زعم الخليل هنا؟ قال الخليل، زعم الخليل كذا في أشياء يرتضيها سيبويه. فمعنى زعم في كل هذه قال. وقوله يشغلك ولا يشغلك؟ وقوله يشغلك هو بفتح الياء، ما هو إذا يشغلك أشغلك قال. وقوله يشغلك هو بفتح الياء، هذه اللغة الفصيحة المشهورة التي جاء بها القرآن العزيز. قال الله تعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا ولا أشغلتنا؟ وأشغلك يشغلك، أشغلك يشغلك، وشغلك يشغلك. فبالقرآن شغلتنا ولا أشغلتنا؟ إذن شغلتنا تشغلنا، شغلتنا. قال شغلتنا أموالنا. وفيه لغة رديئة ضعيفة،
حكاها الجوهري وهي أشغله يشغله، أشغله يشغله. بس القرآن الكريم جاء شغله يشغله، شغله يشغله بضم الياء. قال رحمه الله تعالى: وللذي سألت. هنا في هذا القول يبين الإمام مسلم استجابته لهذا السائل. نكتفي هنا، نكتفي بهذا القدر. أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيانا. أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا وفيما وهبنا. اللهم ربنا، اللهم ربنا رب المستضعفين، انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم إنا نستودعك أهل غزة، اللهم إنا نستودعك أهل فلسطين، اللهم إنا نستودعك أمة حبيبك صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم تداعت عليهم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فكلهم يا الله. اللهم كل أهلنا في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم، اللهم وحد صفهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم إن اليهود طغوا وبغوا وقتلوا فينا تقتيلا، اللهم فانتقم منهم. اللهم إنهم أرونا جبروتهم فينا، فأين اللهم جبروتك فيهم؟ اللهم أرنا قوتك فيهم، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم لا تذر منهم على أرض فلسطين ديارا، اللهم لا تذر على أرض فلسطين منهم ديارا، اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، ومزقهم كل ممزق يا الله يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نتشفع إليك بكل شفيع، ونتوسل إليك بكل ما يتوسل به يا الله يا كريم، أن ترحم إخواننا وأن تنصرهم على أعدائهم. هذا، وصلى الله تعالى وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد، والحمد لله رب العالمين.